ما استغليها. عرف العصابة لا يستعمل. لا ما لا لا مو عصابة. ما بقعد على مور خليه. طيب مو عصابة. أعتذر عن استعمال المصطلح لأنك فكر حكى مستقبل. لازم تتحرك. لازم تتحرك وتحكي. أنت مدير ندوة. حقك علينا يا أبو عصام. مظبوط. معلش اغير لكم اياها لحالف الطبقه الحاكم لو سمحت احنا ما بدنا نثير شان في الجلسه او نعبر عن وجهه نظر. انا اكيد معلش احنا جلسه عند الناس عامه ما بدنا يعني احنا كلنا هون بس نختلف مع بعض بالاراء السياسيه بس ما فيش داعي لتشريح بعض ما جرحت يا اخي الله معلش لو طيب ماشي مشان ابو عصام بدهم يقول التحالف معلش انا اسمح لي معلش اخ سعد انا قول ما شئت واستعمل اي تعبير لو سمحت مش مهم تفضل كمل بس خلينا انا احكي يعني هل توجد قناعات عند الناس انه هالانتخابات سواء بلديه او مجالس محليه او نيابيه تحدث تنميه حقيقيه بالاردن؟ هذا السؤال. وبالتالي العزوف عن المشاركه بالانتخابات نابع من السبب هذا. شكرا. هذا السبب الرئيسي. وبقيه ما قاله الاخ رياض النوايسه يمثلني. شكرا.